المعادلة الثانية الآن لها علاقة بالفلويد اللي موجود هون. الفلويد هذا عم بنضف له حرارة وعم بنطرح منه حرارة طول الوقت، مش هيك؟ وبدنا نطلع الريت اوف تشينج، ريت اوف تشينج اوف هيت اللي موجودة في هذا الفلويد اللي موجود هون. لو رسمنا نفس الشيء هذا الفلويد ايش عم بيجي؟ عم بيجي هيت بيجي من الالمنت، مضبوط؟ عم بدخل له اذا بدنا نسميه كيو من الالمنت، مضبوط؟ ايش بيجي كمان؟ من التي اي بالضبط، من التي اي عمالها بتعطيه، فعماله بيجي كيو من التي اي، ايش بخسر؟ التي اللي بسحبها من هون راح تكون كمان خساره بالحراره، مضبوط؟ مش هاي هون بخسر انا حراره من هاي، فالسيستم عم بيجي حراره عن طريق الفلويد اللي داخل من هون، عم بخسر حراره عن طريق الفلويد اللي رايح من هون، وعم بكسب حراره من هون. إذا بصير عندي هالة هون رح يكون عندي Q T اللي طالع من هون، وهدول مجموعة هدول التنين مفروض يعادل اللي موجود هون، فإذا بدنا نكتبها رح تكون هاي المعادلة Q من الإلمنت زائد Q T M يساوي Q T. طب Q من الإلمنت إحنا حسبناه ولا لا؟ هو نفس إيش؟ نفس اللي كنا نخسره من الالمنت، بس الله صار كسب لهذا، مظبوط؟ اللي هو كان عباره عن اتش اي اي مضروب في تي اي ماينس تي، مظبوط؟ اذا هذا محله راح احط اتش اي 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 تي اي ماينس تي. هذا اللي عم بيجيني من الالمنت. هلا اللي بدخل عندي هون الفلويد اللي بدخل هون اذا برضه باخده بالنسبه للرفرنس، وراح اتخلص بعدين من الرفرنس، كميه الفلويد اللي موجوده في هاد راح تكون دبليو، اذا هاي راح تكون هون دبليو، راح اضربها في سي، فهذه دبليو سي كمية الحرارة الريت اوف تشينج، مش هيك؟ هاي هون عندي جولز بير سكند، وهاي كمان جولز بير سكند، لأنه لو ضربتها في ماس رح تكون ايش وحدتها؟ ماس جولز بير كلفن بير كيلوغرام، لما بضربها الماس رح تصير جولز بير كلفن، إذا ضربتها بهاي شو رح تصير عندي؟ جولز، بس هاي أنا ماخذها بير سكند، فهذه ريت اوف تشينج، يعني هذه هون ريت اوف تشينج per minute أو per second، وهاي كمان rate of change، مش هيك؟ كل فاهم شو يعني rate of change؟ هذه تغير per minute لأنها flow، مظبوط؟ هذه هون كمية الليكويد لو أخذت كيلوغرام واحد منه رح يكون في كمية معينة من الحرارة، بس أنا هون ما عم بضرب في ماس، عم بضرب في ماس flow rate، ماس flow rate بالضبط، فعماله بصير عندي هذا rate of change من هون، وهذا هلا بيساوي اللي طالع نفس الشيء راح يكون دبليو سي، فرضنا دبليو مساوي ل دبليو وسي مساوي ل سي، فراح تكون عندي هاي تي ماينس تي ريفرنس، تي ريفرنس اللي هون بالنسبه لتي ريفرنس اللي هون راح يروحوا هذول الاثنين، مظبوط؟ فبتصير عندي المعادله اتش اي 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 تي اي ماينس تي. هلا ممكن نحطه مع هاي الجهه او ممكن نقولهم على جهه واحده، دبليو سي ايكوال دبليو سي. احنا هون غلط، ما كملناش المعادله، هذه بس التشينج، هذول اذا متساويين ما بتتغيرش درجه الحراره، بس احنا لازم نقول حتى هاي هون زائد هاي ناقص هاي اللي موجوده هون، هذا التغير في درجه حراره الفلويد، مظبوط؟ ريت اوف تشينج اوف هيت بالفلويد، صح؟ مظبوط؟ مش هذا تغير از فانكشن اوف تايم، هذا تغير بير تايم وهذا تغير بير تايم. إذا هذا ما كان زيرو إيش راح يصير؟ لو هذا مساوي لزيرو إيش راح يصير؟ راح يضل درجة حرارة الفلويد ثابت، بس إذا هذا مش كونستنت إيش راح يصير؟ راح يرتفع درجة حرارة الفلويد أو ينزل، مظبوط؟ بس الفلويد هذا إيش بيحتوي؟ بيحتوي على إم في سي في تي، وتي إذا بدك خذها تي ماينس تي ريفرنس لما نشتقها هلا تي ماينس تي ريفرنس، إذا
هذا جولز مش جولز بير سكند مظبوط او جولز بير مينت. اذا ايش لازم اعمل فيه؟ ريت اوف تشينج درجه الحراره للتغير. التغير في محتوى هذا الليكويد من الجولز بيساوي النت افكت تبع هذول. رح يرتفع اذا كان هذا بوزيتيف مظبوط، وبعدين رح يرتفع اذا كان هذا اعلى من هذا رح يرتفع. طيب نبسط هلا هاي المعادله اللي نزلناها، خلينا نتاكد اني كتبتها مظبوط. H E A minus T. خلينا ننزلها تحت نكتبها هون، فبتصير عندي هلا H E A E T E minus T زائد W C. هلا لاحظوا هاي شو بقدر احطها؟ T I minus T. هلا هاي رح تخلص من T reference بالاشتقاق، بصير عندي M C برا وجوا عندي تي دوت، مش هيك؟